ما هو مفهوم الإنترنت، الإنترنت والإكسترا نت؟ ثلاث مفاهيم بسيطة رح نتعرف عليهم الآن. طبعا احنا كلياتنا بنعرف الإنترنت انها هي الشبكة العالمية الأكثر استخداما ومتاحة لجميع الناس، تمام؟ بجميع الناس بيستخدموا الإنترنت. طيب الإنترنت إذا كمصطلح معروف للكل، الآن بدنا نميز بين مصطلحين اللي هو الإنترنت والإكسترانت. الإنترنت هي شبكة اتصال خاصة تستخدم موارد متاحة للإنترنت من أجل ممكن يكون في عندي عملية شيرينج لداتا معينة، أبليكيشنز معينة، أوبريتنج سيستم معينة، أو كمبيوتر سيرفيسز، تمام؟ فبالتالي هاي الخدمات الحاسوبية وأنظمة التشغيل والتطبيقات والمعلومات بتم استخدامها داخل المؤسسة أو داخل الشركة فقط، فهي بتكون محدودة الاستخدام لناس معينين، تمام؟ موظفين بشركة، مؤسسة، whatever. فهذا بنسميه الإنترنت. الإكسترانت خلينا ننتبه هو امتداد للشبكة الداخلية اللي هي الإنترنت، بحيث تسمح لمجموعات خارجية إلها علاقة مع هذه المؤسسة أو الشركة كموردين وعملاء معتمدين بالاطلاع على المعلومات التي يتم عرضها. إذن الإنترنت هي شبكة اتصال خاصة تستخدم داخل المؤسسة فقط. الإكسترانت هو امتداد للشبكة الداخلية اللي هي الإنترنت، لكن بسمح لأطراف خارجية إلها تعامل مباشر مع المؤسسة أو الشركة ك سبلايرز، ك كاستومرز، إنهم يدخلوا على هاي الشبكة ويطلعوا على بعض المعلومات. طيب إذا خلينا نحكي، الإنترنت هو عبارة عن نظام وثيق الصلة بالإنترنت، بتكون من شبكة بتعتمد على معايير وإجراءات مفتوحة معدة أصلاً للإنترنت، تسمح بتوفير خدمات عديدة. يعني مثلاً خلينا نحكي شركة أو مؤسسة، أكيد أي شركة أو أي مؤسسة في لها إيميل الخاص فيه، في دومين. يعني مثلا زي الجامعة عندنا هون، في عندي مثلا اللي هو الدومين للإيميل at ieu.edu.sa. طيب الآن الإيميل هذا على سبيل المثال موجود عندي ضمن معايير وإجراءات محددة داخل شبكة الجامعة، ممكن كيوزرز إحنا نستخدمه داخل الجامعة، وبرضه ممكن نستخدمه كإيميل، تعمل سند إيميل لأي شخص خارج الجامعة. إذا هو نظام وثيق الصلة بالإنترنت. برضو مش فقط هو حصريا على الإيميل، عندي بعض الخدمات الإدارية ونظام المراسلات الإلكترونية، فبصير عندي عملية مثلا مراسلات إلكترونية بين الإدارات، بين الكليات، بين الأقسام، تمام؟ هذا النظام الإداري مثلا يسمح بانتقال معاملة ما أو وثيقة ما من مكان إلى مكان آخر باستخدام الإنترنت، لأنه محصور داخل مثلا شبكة المؤسسة. برضو ممكن يصير في عندي شيرنج للمعلومات، وبرضو في عندي نوع من الأمن في الوصول إلى قواعد المعلومات اللي هي الداتابيس. ففي عندي داتابيس سيكيورتي، لأنه أنا بسمح لعدد معين زي ما شرحنا في المحاضرات السابقة ليوزرز معينين انهم يعملوا مثلا ابديت على ريكورد معين، او يعملوا انسيرت، يعملوا ديليت، اند سو اون. طيب الان شو الادفانتجز اللي بتعطيني اياها الانترنت؟ شو المزايا الاساسية اللي ممكن استفيد منها؟ اول نقطة بتعطيني تجانس نظم المعلومات المستخدمة في جميع الشبكة، تمام؟ فبالتالي بتسهل عملية الوصول إلى المعلومات وعملية السيرش البحث عنها، بتسهل علي عملية تبادل المعلومات داخل المنشأة زي ما حكينا من شوي. مثلا أنا في عندي خدمات إدارية، في عندي نظام المراسلات الإلكترونية من خلاله بيتم انتقال المعاملات الوثائق الهامة بين قسم إلى قسم آخر، أو بين كلية إلى كلية أخرى، أو بين إدارة إلى إدارة أخرى. فعملية الإكستشينج للداتا بتكون عندي سهلة، الحصول على المعلومات خلينا نحكي في الوقت الحقيقي، ما راح يكون في عندي أي نوع من الديلي، ما راح يكون في عندي تأخير. رفع كفاءة عملية الاتصال أكيد شيء طبيعي جدا، لأنه
بما انه عمليه تبادل المعلومات بصير في عندي اكستشينج للداتا، تمام، بتكون العمليه عندي سهله. فما دام في عندي عمليه تبادل معناته اكيد في عندي عمليه اتصال فعال. وبما انه في عندي معلومات بتوصلني خلينا نحكي بدون اي تاخير، فمعناته عمليه اتخاذ القرارات اكيد راح يكون في عندي نوع من الكفاءه في اتخاذ اي قرار داخل هذه المؤسسة. المساهمة في زيادة تلقائية العمليات وتسهل نظم العمل في مجموعات وجعله أكثر سرعة وكفاءة. طيب برضو مجموعات العمل، لو احنا بنحكي على مجموعات عمل كأقسام بشكل عام، أو خلينا نحكي كلجان داخل مؤسسة أو داخل شركة، التيم وورك فريق العمل اللي بيشتغل من خلال هاي الأنظمة اللي بتوفرها المؤسسة بتسهل آلية عمله وبترفع من كفاءة المهام والنتائج اللي هو حاب أنه يوصل لها. طيب هذا بما يتعلق بالإنترنت. نيجي على الإكسترانت. الإكسترانت هي عبارة عن امتداد للإنترنت. إذا احنا نحكي امتداد للشبكة الداخلية الإنترنت من خلال عدة أطراف هم خارج هذه المنظمة. هذول الأطراف زي مثلاً الكاستومرز الزبائن، هم ليسوا موظفين بالشركة. السبلايرز الموردين هم ليسوا موظفين بالشركة، لكن في لهم علاقة مباشرة. السبلايرز في خلينا نحكي بورد المواد الأولية الرو ماتيريالز. الكاستومرز لما يكونوا تراستد وبتعامل مثلاً مع عملاء، ممكن العملاء يكونوا individuals، ممكن يكونوا companies whatever. لازم اني يكون في عندي سيستم معين حتى تسهل عملية التواصل معهم. لذلك الإكسترانت وجدت لهذه الأطراف الخارجية التي لها علاقة مباشرة مع عمليات المنشآت. طيب معناته خلينا نحكي بعبارة أخرى، يمكن اعتبارها مكونا من مجموعة من الأطراف أو الشركات التي تتبادل فيما بينها معلومات معينة. أكيد لما يكون في عندي أنا أطراف خارجية بس محلهم أنه يفوتوا على الشبكة الداخلية رغم أنهم ليسوا موظفين بهذه الشركة، فراح يصير في عندي exchange للداتا، تمام. فبالتالي هاي العملية بتوفر عندي الوقت والكوست التكلفة. طبعا الإكسترانت يعتبر من الـ recent tools أو الأدوات الحديثة التي تسمح بحدوث ثورات وطفرات تجارية واقتصادية. أكيد لما الشركة على تواصل دائم وتبادل معلومات دائم مع المورد، أكيد راح تسهل علي عملية توريد المواد الخام، راح تسهل علي لو مثلا صار في عندي نقص في أحد المستودعات مباشرة أنا connected أو أنا راح أكون على اتصال مباشر مع المورد، ببعث له معلومات معينة بطلبية معينة لمواد خام معينة، هو already راح يكون في عندي تجاوب. فبالتالي أنا هم بوفر الوقت و saving time، يعني خلينا نحكي is the most important thing أو أهم شيء الشركات الآن بتركز عليه. يعني لو منشوف إحنا زي ما حكينا سابقا، يمكن حكيتها، إنه كل التكنولوجي اللي هي موجود الآن في عصرنا الحالي وجدت for saving time and efforts، مشان توفر الوقت والجهد. طيب خلينا الآن نتعرف على الادفانتجز أو المزايا اللي بيستخدمها الإكسترانت. الإكسترانت هنا عبارة عن أداة قادرة على زيادة فعالية العمليات التشغيلية والصفقات، بتخفض عندي التكاليف وبتضمن تدفق المعلومات وسرعة نقلها. راح تخفض عندي تكاليف العمليات التجارية على المستوى التشغيلي أو الاستراتيجي. طيب بما أنه أنا الكوست التكاليف عندي بتقل، بما أنه راح يكون في عندي saving time، فبالتالي النتائج المالية الريزلتس الانكم الريفينيو الربح عندي راح يكون عندي أفضل. برضو تكاليف التخزين عندي راح تقل زي ما حكينا، لأنه أنا على تواصل دائم مع الموردين ومع العملاء. راح تخفض عندي تكاليف توصيل المعلومات الخاصة بالعمليات التجارية، راح تخفض عندي مدة التحصيل واعتمادا على سرعة الإدارة ومتابعة شؤون الفواتير. فخلينا نحكي بشكل عام أبرز مزايا استخدام نظام الإكسترانت إنه بخفض عندي التكاليف، بزيد من فعالية العمليات التشغيلية، فبالتالي
هذا الحكي راح ينعكس على انه يكون عندي نتائج مالية افضل. فبالتالي مطمح، او خلينا نحكي مطمع اي شركة او هدف اي شركة، انها تزيد ارباحها وتقلل التكاليف. فوجود الاكسترانت نظرا لارتباطها باطراف خارجية ولها علاقة مباشرة مع عمليات المنشأة كمورد وكعميل، راح تقلل مثلا عندي تكاليف التخزين، دورة الطلب والتوريد من المورد مباشرة أنا كونكتد معاه، فبالتالي العملية ما راح تحتاج عندي وقت كبير جدا. أخيرا راح تخصص عندي وقت للموظفين الإداريين في أشغال ومهمات ذات قيمة مضافة. وبهيك احنا بنكون وصلنا إلى نهاية المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.